شايفها انه هاي اللي ما زبطت هاي معناته انت مش متوكل. التوكل على الله هو التعامل مع الاسباب بالجوارح. مصاب فيه فوق 80% من سكان الكرة الأرضية الخوف والقلق. إن يردني الرحمن بضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحلقة جديدة من لعله خير مع مين؟ الشيخ علاء جابر حبيب قلبي. الله طيب عساك طيب خير زي الفل خير عظيم. حلقة اليوم عنوانها يا إخوان الخوف والقلق اللي أنا أظن مصاب فيه فوق 80% من سكان الكرة الأرضية الخوف والقلق. شيخ مشاعر بتسيطر علينا دائما خايفين دائما قلقانين. شيخ إيش الخوف إيش القلق من إيش الخوف من إيش القلق؟ يعني حضرني قول الشافعي الله يرحمه ويرضى عنه قال الشافعي الوسوسة والخوف من القادم وترقب وقوع المصيبة والخوف من سلب النعمة كلها سوء ظن في الله. فالذي يخاف ويقلق يا ضياء غالبا هو يسيء الظن بربه. بما أن الأمر بيد الله فتوقعه جميلا. المستقبل بيد الله مزبوط. توقعه جميلا وظني فيك يا سندي جميل. الأصل فينا أن نحسن الظن بالإله الرحيم كل الخير اللي فيك منه ليش تسيء الظن فيه. فأظن أن علاجها أن نتأدب مع ربنا فنحسن ظن فيه. وفي حديث شريف بيحكي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. مزبوط صدق. فالإنسان يحسن الظن بربنا. وتتم لهذا الحديث ضياء في رواية قال فإن ظن بي خيرا فخير وإن ظن بي غير ذلك فله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل هذا الحديث القدسي الذي أنت أسلفته. الشاهد ليش أسيء الظن في الله يا زلمة؟ لابد أن نحسن الظن بإلهنا. فكل الأشياء الحلوة اللي مرقت معك في حياتك أصلها الله. فشيخ يعني أنت لما تحكي أنه أحسن الظن أحسن الظن بالله فهي أطول توكل على الله. صح التوكل على الله. نعم إيش التوكل؟ المعنى للتوكل سأصيغها بطريقتي أو كما سمعناها من أشياخنا. التوكل على الله هو التعامل مع الأسباب بالجوارح وقطعها عن القلب. فإن الفعل فقط لله وغير الله لا يملك مثقال ذرة من الفعل. غير الله لا يقدم ولا يؤخر لا ينفع ولا يضر. غير الله لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه أترتجيه أن يدفعه عنك. غير الله ما يملك النفع لنفسه بتروح تطلب منفعتك منه ومش قادر ينفع حاله. إذن فالتوكل على الله يا أخوي ضياء أن نتيقن أن الفعل فقط لله فيصبح لسان حالك يا ضياء يصبح لسان حالك أيها المتابع أن الحال الذي من الله نعم الحال. هذا تعريف التوكل. شيخ في برضو إحنا أنا دائما بحب أعود على الشغل على نفسي لأنه احنا اكثر الناس اللي بتصير معنا هاي الشغلات. التوكل اللفظي هذا بكون على اللسان. يعني انا بحس عشان التوكل يكمن معناه الحقيقي بده ينزل من اللسان للقلب. صح. التوكل بده ينزل من اللسان للقلب. شيخ سيناريو صار مع شخص ما قال والله رحت على محل استخرت واتخذت في الاسباب ودعيت وصليت قبل ما اروح وعملت كل إشي لازم اعمله بس رحت اوقع الاجار والله وما زبطت راحت علينا. شفت كل اللي انا حكيته قال لك انا استخرت عملت كل شيء علي امي دعت لي وسويت وعملت بس فرطت ما زبطت. هاي البس ما زبطت فرطت انا بشوفها كونه انت بنظرك شايفها انه هاي اللي ما زبطت هاي معناته انت مش متوكل. صح انت مش فاهم معنى التوكل لما انت حكيت والله ما زبطت. انت لو عارف انه انت لو متوكل كيف كان صاغها شيخ. هو حرام مش عارف حاله متوكل ولا لا. وهذا مصداق كلامك. انت ايش قلت التوكل اللفظي. في توكل احنا ورثناه من اجدادنا وابائنا. اتوكل على الله يا ابا اتوكل على الله يا اما يلا توكلنا على الله. هذا شيء موروث مجتمعي ما نقلناه كما انت قلت من ألسنتنا الى قلوبنا. ليه ما ينظر هذا اللي راح المحل وقال ما زبطت معي
انه ما زبطت معي لاني توكلت على الله كان فيها شر. هيك الرؤيه. هكذا ينظر المؤمن الى جميع احوال دنياه. انا لاني توجهت الى الله وقد برأت من حولي وقوتي الى حول الله وقوته ودعيت، وامي الله يا ربي خليها دعت لي، الله يرحم امهاتنا جميعا، هكذا بسبب هذا الدعاء وهذه الصلاه وهذه الاستخاره الله صرف عنك شرا ظننته انت خيرا. اذا هو مش عارف حاله متوكل لا. هون احنا بنقول لهذا الشخص اللي انت حدثت بقصته، بسبب التوكل يصرف عنك شرا ظننته انت خيرا. يعني مش ضروري يكون جايك، لانه في معتقداتك اذا زبطت يبقى زبطت الامور، لا ممكن ما تزبط عشان الامر الالهي اللي اجى انه ما تزبط عشان هذا الخير اللي لك، لانه لو حصلت ما بتعرف انت شو ممكن يصير لك. بالضبط. وبيقولوا لك الخيره فيما اختاره الله مش اللي انت بتختاره. يا سلام. صح يا سلام. لانه احنا دائما بيكون بدنا اللي احنا بدنا اياه، اذا ما صار اوتوماتيكلي ما زبطتش. كلمه ما زبطتش انت مش متوكل، كلمه تنقض التوكل. هذا الايوه تنقض التوكل. نعم مزبوط. طبعا شيخ شو سبب انه الانسان بيخاف من المستقبل مع انه هو يعلم انه المستقبل بيد ربنا عز وجل؟ بس اغلب الناس خايفه من اللي جايها. شوف سارجع واجيب بطريقتي، برضو السبب ضعف الايمان. ليش؟ الان انت يا ضياء قبل فتره كنت في امريكا مزبوط، وشفتك مصور انت وبنت اختك الصغيره كم عمرها الله يحميها؟ زينه سنه صارت من سنه. هل زينه خايفه من المستقبل؟ لا. ليه؟ لانه امها وابوها بدير بالهم عليها، الام في ام في اب في. لذلك كيف يصاب بالكرب من له رب؟ قل لربك يا رب لا كرب وانت الرب. لا كرب هو الرب. مش خايف زينه لانها ما بتفكر في المستقبل. ربنا طلب منك عباده بكره؟ لا لا. ليش خايف على بكره انت؟ اذا كان ربنا لم يطالبك بعباده الغد، ليش خايف من المستقبل؟ لماذا انت تخاف من شيء لم تقبل عليه بعد؟ ليش تضمر السوء وتعيش نفسك في دوامه القلق والاكتئاب؟ عمرك شفت واحد ضياء ماسك ابنه وبيلعبوا اللعبة العربية هاي اللي بيرموه لفوق وبلقفوه، بيرميه هيك وبلقفوه، بيرميه وبلقفوه، بيطلع يضحك وبينزل بيضحك. بشك الولد واحد في المليار انه ابوه حيسيبه يوقع؟ لا. كيف تشك في الله؟ الابن لما ابوه رفع ورماه باتجاه السقف، الولد كما قال ضياء صعد الى الاعلى مبتسما فرحا ضحوكا ونزل بنفس الابتسامة والضحك. ما خالط الشك واحد في المليار ان والده سيتركه أو يتركك الرب. لذلك نتأدب مع ربنا، نتوكل عليه حق التوكل، فقل كيف أجوع وأنا عبد الرزاق، كيف أضعف وأنا عبد القوي، كيف يضيق علي الحال وأنا عبد الواسع. فلو أننا تعاملنا مع الله بهذه الثقة وهذا التوكل لنكتئب أبدا ولا نخاف. كذلك يا ضياء، أنا بروح أنا وابني أسامة على الدكان. أسامة ابني عمره سنتين إلا، ابني أسامة لما يفوت على الدكان في معه في جيبته مصاري؟ في قرش واحد معه في جيبته؟ بس في عنده شك انه في اشي ما بقدر يشتريه؟ لا. ليش؟ بيحمل الدكانة. ليش مش شاكك؟ انه معه ابوه. معه ابوه، فكيف بيمن معه الرزاق؟ خايف من ايش؟ دخل على الدكان وهو متيقن تمام اليقين انني اخذ ما اشاء واريد. ما بيعرف يصيغ هاي الكلمات لكنه يعيشها. فلما تقول دكان عند الولد غير عن فهمك للدكان. انت رايح على الدكان بطريقة ضياء في ذهابه الى الدكان، انا رايح اشتري عصير، انت عارف شو بدك. لكن هذا الطفل لما تقول له دكان هو بشوف كل الرفوف قدامه، الكاندي والشيبس والعصير والشوكولاتة والبسكوت والملبس، لانه بيقدر يشتري كل اشي. ما يحد اماله العقل، ما بيحد اماله العقل. احنا مشكلتنا بالظن. ايوه العقل. عندنا سوء ظن في الله. فإذا أنت تيقنت أن الرزق بيد الله عز وجل لن يخالطك خوف أبدا. بدك إياني أطمن من المستقبل، وقد يكون في المستقبل يا شيخ ابتلاء بدون شك، وهذا الابتلاء برضو خير. مرض خير، استحالة سيارة خير، وفاة خير. ليش؟ ليش؟ أنت فقدت والدك. مظبوط. الله يرحمه. رحمه الله. وشعرت بفراغ لا يسد. مظبوط. لكن فجأة ضياء صار يقوم بدور راجح الله يرحمه. صار ضياء هو عكاز البيت،
صار ضياء هو الجدار الذي يستند عليه الجميع. وفاة أبوك سوت منك رجل آخر بدري. استفدت ولا ما استفدت؟ يعني هيك كبرك مزبوط صح؟ شعرت بقيمة الوالدين لما صار عليك هذا الحمل بالنظرة الثانية، انه لو مثلا كان ابوه موجود مثلا طبعا ياريت، لكن الواحد بحكي انه عشان هذا قدر من ربنا وإشي من ربنا، ممكن انا كنت ابتكالي لو ابوي لسه موجود. صح صح، وهذا شيء حقيقي. لكن فعلا فقدانك لعزيز يربيك في نواحي عديدة، بيجعل منك رجل آخر، تخرج منك النسخة الأفضل من شخصيتك، لأنه فقد في البيت جدار لابد أن تقوم مقامه. وكذلك اللي فقد أمه، أنت شيخ بدك تصير حنون. لما تفقد الأم يا أخواني لابد أن تحاول أن تعوض بعضا من حنان تلك الامرأة التي توفر كل ذلك الحنان. فإذا بتخرج منك الصفات الأحسن بسبب فقدان ذلك العزيز. والسيارة كمان خير، اللي كان سايق على 150 ببطل سوق على 150 المرة الجاي، لأنه كلفته 850 ليرة تصليح، وقضاها مركزة على المستشفيات لما ضرب الولد الثاني. إذن فهذا الحادث علمك ألا تكون متسرعا، وكذلك المرض علمك نعمة الصحة. قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. مين شخص شيخ جد مرض غيرت حياته؟ أنا بقول لك شخص. مين؟ محمد بنات الله يرحمه، الأسترالي، الأسترالي الملياردير. كان يعيش هذا الشاب في الهوى والشهوات، وما ترك شيء إلا قد مارسه ظنا أن في ذلك السعادة. ثم تجلى عليه الرحمن فابتلاه بالمرض. تجلى عليه الرحمن. حتى البلاء نعمة ورحمة. نعم حبيب النجار يا ضياء، في سورة ياسين شو قال؟ إن يردني الرحمن بضر. كيف رحمن بضر؟ اقرأ الآيات. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقولون أنت آمنت؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. كيف رحمن بضر؟ إن يردني الرحمن بضر، كيف رحمن بضر؟ لازم قال بمفهوم بعض الناس إن يردني الله بضر، إن يردني الجبار بضر، كيف الرحمن بضر؟ نعم علم حبيب أن الضر الذي يصيبه في الدنيا رحمة من الله فيه. طب شيخ الحديث اللي بحكي لك أنت هيك أعطيتنا، يعني الإنسان اللي بنصاب بمرض ربنا ممكن بيكون بحبه، أكيد بخليه زي ما يقولها بالعامية يضبط أمورك. صح، ارجع ارجع لربك سنة. معك سنة سنتين. بعدين شيخ في دعاء بيقول لك بنسمعه، اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة. نعم. إذا أنت مت فجأة راحت عليك نعمة المرض اللي أنت معك سنة ست أشهر سنتين تقرب من ربنا. هذا الشخص اللي مات فجأة هاي نعمة فقدها، مظبوط؟ شوف يا ضياء، إحنا لا نتمنى المرض طبعا، ودائما نقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. لكن موت الفجأة مخيف يا إخواني، لأنه قد يأتيك وأنت على غفلة، وإذا مات المرء على غفلة فإن هذا خطر شديد عليه وعلى آخرته. لذلك المرض متى يكون نعمة؟ لما الواحد يمرض، ومن هنا أذكر مرة ثانية والده لضياء لما أصيب بالسرطان. لو رجعت الآن لتفاصيل حياتك مع أبوك بتلاقيه في آخر حياته لما أعرف أنه مريض الدوز زادت، زاد الإيمان. صح. ليش؟ لأنه كان عارف أجله، يعني كان عارف أنه مش ضايل. صح. إذن المرض هو النعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. إذن نعمة. إذن قاعدتنا من لعله خير، اسمعوا هذه القاعدة، رب الخير لا يأتي إلا بخير. وفي حديث برضو سمعناه بحكي لك إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه قبل الموت. صح صح، أعطاه فرصة يبتليه عشان يطهره ويراجع حساباته ويحسن مساره. عشان كان الأستاذ لما بده يقول لك ضع القلم، شو يجي يقول لك قبل بشوي؟ ضايل خمس دقائق يا شباب، بصير تكتب إيش؟ سبرنت. ليش؟ أنا عارف إنه ضايل خمس دقائق. تحس الخمس دقائق هاي عن الساعة ونص اللي قضيتها في الامتحان وتصابن وتفكر وتركز، التركيز اللي حطيته بالخمس دقائق هذول سألنا
على الامتحان. على الامتحان صح. إذن فهذا إنذار من الله، المرض إنذار من الله لعبده. نعم إذن فالمرض أحيانا نعمة. إحنا هيك شيخ بدنا نطلع عن الخوف والقلق. حكينا عن الخوف والقلق، حكينا إنه الإنسان لما يؤمن بكل هاي الشغلات إنها من ربنا، إنها لإله لصالحه، وحكينا أكثر من قصة عظيمة إنه الإنسان هذا كله من ربنا. الخوف والقلق إيش عكسهم؟ الطمأنينة والراحة. الراحة والطمأنينة. نعم. إيش الراحة والطمأنينة فيه؟ الراحة. الله أكبر. الله عز وجل يقول في القرآن الشريف بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اسم الآية: فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا خوف فيها ولا قلق، لا هلع ولا فزع، ما في اكتئاب وخوف من المقبل والقادم. حياة مليئة بالراحة والطمأنينة والسكينة والوقار والحبور والسلام الداخلي وسعة الصدر، بسبب أن المرأة مع ربه. الدنيا هاي الدنيا شيخ، وكثير منا عايش الدنيا هاي بدور على راحة، بتعيش وبتموت وانت تبحث عن راحة. الدنيا هاي فيها راحة؟ فيها وما فيها. فيها وما فيها. نعم فيها راحة بس ما فيها راحة كاملة. فيها راحة بس ما فيها راحة دائمة. فيها راحة بس ما فيها راحة كاملة ولا دائمة. طب مين في الدنيا شيخ اللي عايش مرتاح؟ أنا بقول لك مين في الدنيا جد عايش مطمن؟ الذي عاش مع ربه يعيش مطمئنا ساكن الروح، لا يخاف ولا يفزع. ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هون بقرأ لك الآية يا ضياء: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن فالراحة حرام على البشرية حتى يقبلوا على الله، كما أن الله حرم الرضاعة على موسى من غير أمه، ففرعون طاف على جميع نساء بني إسرائيل حتى يلقم سيدي موسى الحليب من واحدة، وما قدر يعطي سيدي موسى الحليب إلا من أمه. تعرفوا ليش؟ ربنا قال في القرآن: وحرمنا عليه المراضع من قبل. قال العلماء: كما أن الله حرم الرضاعة على موسى من غير أمه، حرم الراحة على الناس في غير طاعته. لا يمكن أن تطمئن أنت في بعد عن الله. لن يسعد من عن ربه ابتعد. طب شيخ كيف بقدر أبدل الخوف بطمأنينة؟ من القرآن. يا سلام. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهون جواب سؤال ضياء: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الإنسان إذا طبق هاي الآيات بيبدع يا شيخ. بيبدع وبصير الأميز في المجتمع. تميز. نعم بصير أميز إنسان. لذلك لو رجعنا إلى تاريخنا الشريف يا ضياء تجد أننا العرب المسلمين خاصة أشرف علوم الأرض نحن أصلها. أول رجل آلي في التاريخ يا ضياء إحنا صنعناه، صنعه ابن الجزرية في ديار بكر، هذا تقريبا في 520 للهجرة. يعني كل علوم الميكاترونيكس نظن أنهم هم أسيادها، إحنا أول من عمل روبوت في التاريخ. وكذلك في الطب نحن أسياد العالم وأسياد التاريخ، ابن النفيس، الرازي، ابن سينا، ابن الهيثم. طب والرياضيات؟ الخوارزميات. فنحن لما كنا حقيقة مع الله كنا الأميز زي ما أنت حكيت. إذن حقيقة إذا كنا كذلك مع ربنا نتميز. الصحابة إيش كان حالهم قبل الإسلام؟ إيش حالهم؟ معركة بين العرب اسمها داحس والغبراء، 40 سنة معركة يا إخوان، حرب، جيوش يغزون على بعضهم، نساء رملت وأطفال يتموا. كل هذه داحس والغبراء معركة 40 سنة مستمرة عشان خيل سبقت خيل. هذا كان حال العرب. فلما جاء الإسلام في حياتهم أصبحوا سادة البشر لأنهم اتصفوا بهذه الصفات، كانوا حقيقة كما يشاء الله أن يكونون. يا
سلام فتميزوا. يعني شيخ احنا بهذه الحلقه ملانه حكينا عن الخوف والقلق، الانسان ما يخاف ما يقلق، صح. يعني علاجه التوكل، توكل على ربنا عز وجل. بعدها حكينا التوكل دخلتنا ايش على عكس التوكل، قد ما توكلت انت ارتحت اطمنت، فانت صار عندك عكس الخوف والقلق. حكينا عن الراحة والطمأنينة. فنتمنى يا اخوان من اي حدا تابعنا اليوم وبهاي الحلقة، اذا كان عنده شوية قلق وشوية خوف، ملجأك ربنا عز وجل، توكل على ربنا، مش بس بلسانك، مش على اللفظ اللي تعودنا عليه، نزلها على قلبك وبإذن الله بتشوف فرق. لعله خير يا شيخ. لعله خير. يسعد روحك يا ودي. Mm-hmm.